لو احنا النبي الذكاء قمر، انا الصناعي فرحانه جدا، انا هاخد الصور دي. هنبتدي سهير بمصيبه طبعا. سهير سهير عمل ايه يعني؟ الفريق بتاعنا حطينا في الفكره بتاعت الذكاء الاصطناعي لما نكبر، فانا اعتقد ان الصور ولما اللي انت نصغر كمان بس الاول لما يعني، نكبر واحنا صغيرين واحنا كبار. واحنا كبار، انا اعتقد الصور اللي انت تشوفوها دي انا هبقى حته جين ست في السبعين قمر بكل التجاعيد. لا ده مش 70، انتوا حرقتوها يا جماعه. احنا بنتكلم في حاجه وانتوا بتنزلوا دي حاجه. مين الصغننه المخرج؟ انت مخرج، انت احنا سمري. بنتكلم في حاجه واحنا بنعمل حاجه تانية. معلش هما جابوا من البدايه. عيب حرقتي يعني. انا ايوه بس ايه رايك وانت طفله؟ قمر والنبي قمر، انا كنت كده وانا صغير لعلمك، هو ما بعدش كتير عن وانا طفل. بس اللي هو نفس في اللي هو شعري لا اللي هو التركيبه شقاوة الولاد يعني، طول عارفه اللي عمري. هو فيها اللي هو بس انا وانا شقاوة صغيره بس الولد كده. كانت الجناب اطول سنه، بس هو انا يعني انا وانا صغيره ده شكلي. كنت كده في سته ابتدائي، كنت كده في تانيه ابتدائي، في تالته، كل طول عمري شعري قصير. لا طب تعالي اشوف شكلك وانت لا صغيره. لا خلينا نشوف شكلك انت بقى وانت كبيرة الأول. طيب خلص نشوف، ها خلص نشوف مفيد مين هينزل ايه. من احنا الطفل تحت رحمه الشقي ده، نشوف بقى هتبقى ايه بعد كده. يلا بس هما المشكلة ان هما مش بصوا، وانا حاطين كبيره يا سن. جماعه والله انا فرحانه بنفسي جدا. انا بصي ايوه اكتر دي 70 اكتر سنه ابقى حاجة، ست حلوه ولا 70 وممكن سنه تبقى بالتجاعيد دي؟ وممكن تبقى 80 أو 90. قولي 70. لا 70، لا 7 هتبقى حلوة، لا دي لا ممكن تبقى لا 80 لا لا والله 90. العظيم لعلمك انا بس اوصل للسن ده وافضل كده يعني بوشي كده برقبتي. طب لا انت هنا شبه مين؟ انا هنا شبه مين؟ ثانيه طلع. لا ما لا بعيده قوي. بيقولوا لي شبه سميرة احمد، بس انا لا ما حسيتش ابدا. استني افتح كده واقول لك انا شبه مين وانا كبيره. شبه مين وانا كبيره؟ حد خواجه بس مش عارفه مين. نجوى ابراهيم طبعا احلى مني 100 النجم مره. ابراهيم احلى مننا كلنا اكيد. مين؟ طب شبه مين؟ شبه مين؟ مش عارفه، المهم ان انت راضيه. جدا اوكي يعني. انا بص على نفس الصوره اللي انتوا باصين عليها، بس يمكن من قريب عشان نضاره. بس حبه على كل حبه حال. حبه عيني حبه، بس بقي انا عاملاه فيلر، فانت المفروض تزودوا شويه لان هفضل طول عمري بعمله كده عشان برضه بتاع يعني رقبتي مقتنعه بيها تماما بالشكل. شعري اتمنى ان ما تبقاش باروكه لان الشعر بيقع بعد السن ده يعني. لا لا بصي انا هب، احنا هنتعامل انا ان مبسوطه، دي انا صورتك جدا راضيه. في الـ80. لا انت ولا ممكن تفرق تبقى معايا احلى من كده وانت في انا الـ70. الصوره دي. انا الصوره اللي انتوا شايفينها دي، انا الصوره دي لو ربنا كرمني واداني طول عمره كده وبقى عندي حفيد كده صغير العب معاه، انا راضيه ومرضيه تمام، ما عنديش مشكله. ان شاء الله تعالي بقى نشوفك انت وانت صغيره. نشوف. تعالي نشوف سهير. سهير يا لهوي، سهير برضو طفلة بنفس طيبة. الديكو. سندريلا تطلع من البحر، انتوا عارفين لازم سهير وسندريلا، لمة الشعر والديكولتيه والحلق. خلي بالكم من الحلق، سهير وهي عندها 7 سنين تفاصيل لمسة الأنوثة. الحلق، خلي بالكم. والضحكة ما تبينش اسنانها غير كل فين وفين. هي مريم يعني، انت كده مريم بنتك، انا ايوه قدامي مريم بالظبط. يعني نسخة من بنتها دي مريم. فسهير انا هتقبل بس سكر يعني انا الشقي انت طيبة كده لا غلبانة كده، عارفة اللي هو انا حد الطفل الصايع الشقي وانت البنوت. عارفة البنوتة اللي كانت بتيجي المدرسة كلنا شفنا البنوتة دي متوضبة والقلم بتاعها والشراب ولبسها نضيف ومسرحة وبتتكلم بصوت واطي وملهاش دعوة بحد، ولما بتيجي التيتشر بتاعتها بتقوم حاطة كراستها. هي ده سوير. انا تقريبا كنت يعني انا البنت الشقيه اللي بشد شعرها. والله العظيم. طب تعالوا نشوف بقى سهير في ايه، في الثمانينات. مش تمانينات، سبعينات، أي لا حاجة ثمانينات خلينا نشوف. تمام. سهير بتخاف. طب سهير انا عايزه رساله يعني، اللي عمل لك الصوره دي ما لسه محافظ على طب دقنك ده طبيعي؟ ده انا مطلع لي تجاعيد هنا. بس لو هتبقي كده انا شايفه انك فيري نايس مش قمر. طالما انت شايفة كده يبقى تمام. ايوه الحلاوه في ان الواحد يبقى هو لما يكبر بس.